شكرا حسام. يعتبر حي الحسين ومنطقة خان الخليلي من أحد أهم وأكثر المقاصد الخاصة بالمصريين خلال شهر رمضان الكريم. تقبل العائلات المصرية على قضاء ليالي الشهر الكريم بالمزارات الموجودة في الحي والتي تسخر بالمشغولات اليدوية المختلفة. إذا بدأت الرحلة في هذا الخان لابد أن تعرف أنه من أقدم أسواق الشرق ويعد من أكبر المزارات على خريطة مصر السياحية، وزائر هذا المكان يحتاج إلى العبقرية للمرور داخل الأزقة الضيقة، ودائما ما تسمع عبارات الترحيب من أولاد البلد أو من البائعين. مظاهر الاحتفال لا تقتصر على الميدان فحسب، فخان الخليلي له نصيب الأسد حيث يشهد إقبال المواطنين على شراء المشغولات اليدوية، وراء كل حرفة حكاية سعينا للتعرف عليها، تلك المشغولات التي تجذب السياح. هو بيحب الفيروز المصري عشان بيبقى طالع من سينا، عبارة عن خامة لبني بتبقى طبيعية، بتبقى واخدة لون البحر، فهو السائح بيحب الحجر لون الطبيعة، ما بيحب كل الحاجات دي ألوانها معالجة، وما بيحبش الحاجات المعالجة. هو مش مشكلة عنده التمن ايه، بس أهم حاجة عنده يبقى الحاجة قيمتها فيها تكون أصلية 100%. صورة جميلة مرسومة دائما في الخان، تذكارات تاريخية مختلفة من الفضة وأوراق البردي التي تحمل كلمات الهيروغليفية وتمائم وأيقونات وقصائد غزلية ونقوشات باللون الأزرق تحكي في اختزال مدهش أجمل حكاية عشق في التاريخ، إيزيس وأوزوريس. للزبون لما بيجي ده حجر طبيعي وهو عارف من الشغل الهاند ميد من الصيني طبعا، بس ما فيش يعني يحاولوا ان هم يصنعوا شغل الصيني بس مش نفس الشغل دوت واليدوي بتاعه. ده حضرتك من مصنعنا احنا وشغلنا احنا والورش بتاعتنا، يعني ده كله بيبقى احجار طبيعيه، وحتى الزبون لما بيجي هو عارف ده ايه. حي الحسين مقصد المصريين طوال شهر رمضان الكريم، في ميدانه تحلو اللمة بعد الإفطار وحتى ساعات التسحر، تتعدد مظاهر الاحتفال فيه، والجميع يحرص على صلاة الفجر في مسجد الحسين قبل الذهاب إلى منزله في ساعات الفجر الأولى. حي الحسين وغيره من الأماكن السياحية هي الأماكن المفضلة للمصريين للاحتفال بالشهر الكريم كل عام. ولاء الحديني، النيل. ختام هذه البانوراما الإخبارية تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. السيسي يشهد حفل إفطار القوات المسلحة في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. هدنة لمدة 48 ساعة في مدينة حلب السورية اعتبارا من اليوم، والجيش السوري يتقدم في ريف اللاذقية. غارة للجيش الليبي تستهدف قياديا بتنظيم داعش في بنغازي، والتنظيم يكثف هجماته ضد قوات حكومة الوفاق في سرت. نهاية النشرة، شكرا لكم، تحية لكم وإلى اللقاء.